كما ترون هذه هي سيارات أعضاء اللجنة الدولية لتقصي الحقائق. كانت هنا منذ حوالي أكثر من ساعة، استلم جميع العينات والأنسجة وأنبولات الدماء الخاصة بالمصابين بالسلاح الكيماوي. أكد بعض العناصر استخدام السلاح الكيماوي في منطقة الغوطة الشرقية. أشرف الجيش الحر على استقبال هذه اللجنة وتأمين رسم خارطة الطريق لها وحمايتها بشكل متواصل وبشكل كامل وبشكل ملحوظ وبشكل جيد جدا. كما تشاهدون هنا عناصر الجيش الحر أشرفت على حماية كاملة وتأمين لجميع الطرقات التي سلك هؤلاء الأطباء، وتم رسم خارطة للطريق سلكها جميع هؤلاء المراقبين الدوليين. أكياس وشو ما بيشلح البطل لا ضايقناكم اليوم لا ما فضلنا نحن هاد واجبنا بنعتذر عن الشيء اللي صدر مننا امبارح كثر خيرك اليوم في لون غلاف كما تشاهدين هؤلاء هم الأطباء الذين أشرفوا على هؤلاء هم أطباء خاصين باللجنة الدولية أشرفوا على معالجة بعض الحالات من المدنيين من النساء والأطفال الذين تسببوا أو الذين أصيبوا بالسلاح الكيماوي والغازات الكيماوية وكان هناك بعض الترجمة لهؤلاء اللجان الدولية فكما فهمنا أنهم أكدوا استخدام الغاز الكيماوي لكن ليس بشكل صريح أو عبر مؤتمرات أو عبر بيانات رسمية خاصة بهذه اللجنة ربما نسمع في الساعات القادمة القليلة بيانات رسمية خاصة بهذه اللجنة تؤكد استخدام هذا النظام للسلاح الكيماوي والغازات الكيماوية داخل الغوطة الشرقية. معنا أحد الأطباء الذين أشرفوا على معالجة المصابين في الغوطة الشرقية والذين سلموا بعض الأدلة والعينات لأعضاء لجنة تقصي الحقائق. ممكن تخبرنا ماذا كان عملكم ضمن هذه اللجنة في هذه اللحظات؟ أثناء وجود اللجنة وخاصة المبارحة يعني قمت بدور وسيط مترجم بين المرضى وأعضاء اللجنة، ساعات بفحص المرضى مساعدة. يعني عمل اللجنة كان مهني للغاية، أيضا عملنا كان مهني للغاية، العمل كان سلس كثير ما في أي مشاكل، الترتيبات كانت جيدة جدا، واللجنة قامت بتعيين وبالاطلاع على بعض المناطق سقطت عليها القذائف. يعني العمل مقبول. يعني أنتم كأطباء أكدتم استخدام النظام للسلاح الكيماوي، هل هناك بعض الأعضاء من هذه اللجنة أكدت استخدام هذا الغاز؟ في الحقيقة أنا لم أسأل عن هذا الموضوع، يعني نحن لسنا بوارد أن نؤكد هل النظام استخدم أم لا، نحن دورنا كأطباء طبعا معالجة المرضى. طبعا الأعراض كانت تتماشى مع تسمم بركبات الفوسفور العضوية، يعني بالمقابل هناك في مواد كيميائية استخدمت على الغوطة الشرقية، هذا مثبت بالأدلة وبالوقائع وحتى اللجنة، يعني أقرت بعض أعضاء اللجنة أقر أن هذه الأعراض تتماشى مع انسمام بركبات كيميائية. هل تتوقع انتهت أعمال اللجنة في الغوطة الشرقية؟ أتوقع. شكرا لك. شكرا حكيم. شكرا إذا.